أنا ليش لحد الآن ما دخلت شراكة مع فري فاير؟ لحد الآن وصلتني فقط 40,000 جوهرة بالمقطع الماضي مثل ما انتم شفتوا، وبعديها لا وصلني ولا أي شيء لحد الآن. وال40,000 جوهرة يعني مستحيل واحد من المتابعين يكون جاهل لي إياها، لا أكيد هذه من جواهر الشركة لأني أنا لازم أدخل شراكة، صح ولا لا؟ طيب البنر تبع اليوتيوبر اللي صار عند أغلب اليوتيوبر، شوف صار عندهم مثلا بنرات اثنين مثل عنكوش، في عنده بنر الأخضر والبنر الأحمر كمان. طبعا أنا يعني أنا لا بنر لا أحمر ولا أخضر ولا أصفر ولا أحمر، ما فيش ولا أي بنر عندي نهائيا. ما في ولا يا إخوان، ما في ما اعطونيش البنر نهائيا لحد الان. ليش؟ اوكي وصلتني جواهر وتقريبا صار معد عليهم يمكن 3 أسابيع لحد الان، ولا وصلني بعديها ولا اي جوهر. المفروض انه كل اسبوع الشركه تعطينا جواهر، صح ولا لا؟ واذا ملاحظين على القناه ما بنزل اصلا محتوى حرق جواهر، لانه ما معي اصلا جواهر جوا اللعبه. ال40 جوهر اللي اعطوني اياها جوا الحساب هان صرفتها يا اخوان تقريبا 3 أيام، صرت صرفها. كنت اودي هدايا للمتابعين وحركت احداث وجبت كمان سنه فرجيكو هان، طورت الشوتجن اللي هو هذا اللي انتم شايفينه قدامكم، هذا الشوتجن انا طورته بصراحه وخلصت ال 40,000 جوهره. بعد هيك فضلش في 40,000 جوهره خلاص. انت عزيز المتابع حاليا قدامك معركه اسطوريه، وانا عارف انك لسه لحد الان مش جاهز، مش عارف عن شو بحكي. يا ترى انت لحد الان مش عارف عن المعركه اللي راح تصير داخل لعبه غضب الشجعان؟ يا ترى انت معقول لحد الان مش عارف انا عن شو بحكي؟ طيب تعالوا خلينا ننضم مع بعض داخل اللعبه. لعبه غضب الشجعان يا عزيز المشاهد هي اول لعبه عربيه ار بي جي داخل الشرق الاوسط، من اكثر الالعاب بصراحه اللي انا كنت من زمان بستنى باطلاقها، واخيرا اليوم نزلت هذه اللعبه. طبعا اللعبه يا اسطير هي لشركه طماطم. طبعا مبدئيا قبل اي شيء انا ما توقعت انه اللعبه تكون بهاي الجوده العاليه. لو نفوت على الاعدادات بعدين على جوده الصوره بنكتشف قدامني اصدر انه اللعبه اصلا بتدعم 90 فريم، ومش بس هيك انت بتقدر تعلي اللعبه على اعلى جوده عندك ممكن. اعدادات اللعبه والصوت وكل شيء عندك فقط باللغه العربيه، لاني اتذكر وحكيت لكم انه هاي اللعبه عربيه 100%. اثبت لكم مثلا انه هاي اللعبه عربيه، اسمعوا قدامكم على الشاشه. فضولي عاده جيده، ما الذي تود معرفته؟ واذا دخلت اللعبه وما بتعرف كيف تلعب اطلع تحت راح تلاقي في كلمه اسمها اللعبه التلقائية، تكبس عليها زي هيك وهو اصلا لاعب بيصير يلعب لحاله تلقائي. اوكي يا عزيزي المشاهد، طبعا انت بتقدر حاليا تحمل اللعبه من الرابط الموجود تحت في صندوق الوصف، وبتقدر تحملها على الاندرويد والايفون. وجهز حالك يا عزيزي المشاهد للحروب الاسطوريه، ابلع ابلع. شو تتغلب علي ورا؟ تتغلب على 10 زيك، راح تغلب على مليون واحد زيك ولا ابلع من ضربه واحده. واو فرم بفرم خلص والله. فوق خذوا لي حقه منه. والجوائز الاسطوريه يا عزيزي المشاهد اللي لحد الان مش عارف شو احكي لك عنها، انضم الان لرابط السيرفر اللي موجود بصندوق الوصف واللي هو سيرفر الديسكورد الخاص باللعبه. رابط اللعبه يا عزيزي المشاهد والديسكورد راح تلاقوهم تحت بصندوق الوصف، وبدي الكل يحمل اللعبه الان. طيب وين البانر وين الاكواد اللي انا المفروض حاليا لازم اعطيها للمتابعين؟ لازم بما اني انا واحد داخل الشراكه يكون في عندي هذه الاشياء عشان انا اتحمس بينهم وبين المتابعين، يعني اعطي متابعيني اعطيهم هدايا بمناسبه انهم هم ناس بدعموني. خلينا والله نفوت لعند الخزنه، ومثل ما تفرجيك والله بعينكم عشان ما تقولوش زين كذاب، تمام؟ هاي اللوجو هان نتفرج، يلا بلشوا دوروا معي. ها وين اللوجو تبع الشراكه؟ دوروا معي. لحد الان ما فيش ولا اي شيء، صح؟ ما فيش ولا اي لوجو نهائيا لحد الان بدل على انه هو لوجو للشراكه، ولا لو لوجو كذابي، ما في ولا اي لوجو نهائيا. وين اللوجو؟ طب اللوجو البر. طب حسسوني يا شركه فري فاير انه انا داخل شراكه معاكم، بالله عليكم ما في مثل ما انتم شايفين يعني ولا اي نوع بثبت انه انا حاليا داخل شراكه. يعني 24 ساعه بحكي لاصحابي هان جوا اللعبه انه انا داخل شراكه وما عليك وراح اظبط، طلعت كذاب انا بالاخر. والله هذا المقطع يا اخوان لازم توصلوا لشركه فري فاير، يعني بصراحه انا يوتيوبر مش بس انا لحالي، كمان دخل معي بيبو، صح ولا لا؟ اغلب اليوتيوبر لحد الان صار نازل فوق العشر احداث حرق داخل اللعبه، كلياتهم حرقوهم كلياتهم. انا بفوت الحدث داخل اللعبه وما معي جواهر، والله العظيم ما معي جواهر اني اصور وانزل عنه، لازم يجينا جواهر جوا اللعبه او انه تهتموا شوي بهذا الموضوع، والله العظيم عن جد مهم هذا الموضوع مش مزح. نفوت على بروفايلي باللعبه، حتى كمان البويا بس المره الماضيه انا ما شحنته، كنت معتمد انه راح توصل جواهر من الشركه وما وصلت، وحتى كمان هذا البويا بس لحد الان ما في جواهر ومش قادر اني اشحنه. الاحداث برضو اللي معانا جوا اللعبه ولا اي حدث من هذه الاحداث انا حارقه جوا اللعبه، ولا اي حدث، كلياتهم جداد 100% ولا اي حدث. بس يا اخوان يعني مش فاهم انا، طيب ليش هيك بيصير معي؟ معقول يعني بيصير كمان مع اغلب اليوتيوبر انهم الشركه بتتاخر لما تعطيهم جواهر او اكواد ولا لا؟ واللي بعرفه كمان انه عبود صاحبي يعني وصلته الاكواد واخذ اكواد فعليا، طب ليش احنا ما لنا اي اهتمام؟ طيب لو نفوت حاليا مثلا على قناتي باليوتيوب عندي 1,770,000 مشترك، وغير هيك يا شباب يعني مثل ما انتم شايفين مشاهداتي ما بتنزلش تحت ال 200,000، كلياتها 250,000 350,000 400,000 360,000، كل مشاهداتي عاليه. بصراحه تزعلوش مني، في ناس داخله بالشراكه ومشاهداتها كثير اقل مني بكثير وباخذوا جواهر وباخذوا اكواد، طيب ليش احنا ما حد بيهتم فينا لهالدرجه؟ طيب محتوى بنقدم على لعبه فري فاير لازم عن جد انه ناخذ بالمقابل يعني اشياء
يعني كثير انا بواجه انتقادات من المتابعين، انت يا زين يعني بتنزل محتوى وداش انت ما بتفوتش الشراكه، يعني حكي اولاد صغار ومتابعين اكيد صغار يعني اللي بيحكوا لي هذا الحكي. بالمقابل انا عندي كثير افكار مستني انه بس تجيني جواهر او بنر على اللعبه عشان اصورها وانزلها، فما بعرف. انا حبيت بس اني اوصل رسالتي بهذا المقطع لشركه فري فاير، ان شاء الله انها تشوف هذا المقطع وتتقبله بطريقه ايجابيه، بس انه مش انه بطريقه سلبيه، لا بالعكس انا بطريقه ايجابيه بس عشان نفهم شوي على بعض. السلام عليكم فري فاير. طيب يا اخوان، انا حاليا اجتني تقريبا هديه، يعني هي مش هديه يعني على طول، بس صاحب الي اعطاني حساب وين بالسيرفر الاوروبي. تمام، خلينا نشوفه بالله مع بعض. بدي افرجيكم شغله، احنا حاليا دخلنا على السيرفر الاوروبي. تمام، هل تعلم عزيز المشاهد انه بالسيرفر الاوروبي او السيرفر الاسباني او اي سيرفر ثاني بانر اليوتيوبر اللي انتم شايفينه قدامكم على الشاشه هذا لا يوجد اي قيمه له نهائيا، ما له اي قيمه نهائيا، بينما هذا البانر عندنا بالسيرفر له قيمه كبيره عاليه. اول ما تشوف هذا البانر هذا يوتيوبر خلاص ما في اي مجال، بينما بالسيرفر اي يوتيوبر عادي بيكون معاه هذا البانر اليوتيوبر، بس ما في تمييز نهائيا الا فقط باشاره الفي. طبعا رساله مني لاغيد صاحب هذا الحساب، شكرا لك يا اغيد، والله بدنا نعمل له استعراض سريع. طبعا انا لحد الان لسه ما شفت الحساب، بس نفوت عليه هيك نتفحص سريع. طيب عندنا كريمنالات اخضر اصفر احمر، لا انا بحكي بشلفق، المهم يعني بتنتبهوا على السماء. طيب عنده كرمنا الاصفر واخضر ننزل عند الشعر، في عنده كمان سكن هذا نادر جدا كامل، في عنده هذا هذا السكن كامل نادر جدا، هذا شكله يا اخوان هذا الحساب شكله مرتب والله العظيم. استنوا شوي، شو كل هاي سكنات موجوده كمان داخل الحساب؟ لا كثير. واو والسلام عليكم يا اخوي، والله زين شكله راح ينقل على السيرفر الاوروبي، بعدين في عندي بانر يوتيوبر موجود فوق تفرج. لا هيك كثير، لا شوفوا كمان سكن الجوكر وسكن الشيطان واكيد كاملات، يعني سكن الجوكر استنى نشوف، والله كامل اقسم بالله كامل السكن، عندنا اللحيه وعندنا كمان كثير شغلات موجوده تحت. هذول خوت الهرويك هاي نادره جدا، هاي نادره جدا جدا جدا، طلعوا كل سكنات الجوكر موجوده داخل الحساب. اقول كل سكنات الجوكر، اربع سكنات لسكن الجوكر موجوده بالحساب. لا استنى شوي، طلعوا كمان شو في موجود جوا الحساب يا اخوان. انا اليوم انا فكره الصوره مصغره راح تكون انا الشيطان لمده يوم كامل. استنوا احنا بنلبس هاي، استنوا خلينا نلبسه سكن كامل، نلبسه هذا الذهبي بس. طلعوا لي السكن، طلعوا والله بيخزي بصراحه زباله، شو السكن هذا خايس، بس انه في اشياء جديده، يعني هذا راس الشيطان هذا اصلا مش موجود عندنا بالسيرفر نهائيا. اللي بدي اصدمكم فيه يا اخوان حاليا الاحداث اللي موجوده داخل السيرفر الاوروبي، والله العظيم شوفوا في عندهم يا اخوان حدث شحن موجود هان، اذا بتشحن 5000 جوهره راح تحصل على 3000 جوهره. اوه ماي جاد، تخيلوا مثلا بالسيرفر تبعنا قديش في واحد بيشحن عن جد 5000 جوهره بالاسبوع او باليوم او بال، يعني قديش، او بنفس الوقت بيجي 3000 جوهره. لا استنوا، اذا بتشحن 5000 جوهره مجموع هاي الجواهر كاملات انت راح تحصل 5000 جوهره. ويلي ويلي ويلي، تخيلوا يا اخوان 5000 جوهره تشحنها جوا اللعبه وتجيك كمان فوقيها 5000 جوهره. اوه ماي جاد، اقسم بالله حدث مرتب هذا. المهم خلينا نشوف بالله باقي الاحداث بالسيرفر الاوروبي، في عندنا كثير شغلات لا في شغلات مبين كثير جديده يا اخوان من هذه الرقصه. هاي الرقصه لسه لحد الان مش نازله عندنا اصلا بالسيرفر تبعنا، استعرضت لكم اياها بحدث الامنيات صح ولا لا؟ طبعا هاي الرقصه بتقدر انك ترقصها انت واحد من اصحابك، يعني اكيد بتكونش اشرح لكم عنها. طبعا تقدر طبعا انك تحصل عليها ب 300 جوهره ب 10 لفات زي هيك انت وحظك، عرفت؟ وبتحصل كمان على هذه الرقصه كمان، يعني هاي الجوائز الكبرى وغيرها من الجوائز، يعني لوك 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 ولا اي جائزه مهمه. ننتقل حاليا للحدث اللي بعدين، استنى شوفوا الدخله الاسطوريه تبعت السكن، شوفوا او ماي جاد او ماي جاد، ايش يا اخوان ايش هذا السكن؟ متى نزل؟ طلعوا ما احلى السكن، طلعوا السكن ما احلاه، شوفوا باللون الاسود حتى كمان مش مبين قد ما هو لونه اسود، شوفوا الالوان اللي انا بحبها جوا اللعبه، اسود وازرق وفي كمان على شعره ابيض، يعني سكن كامل اذا بينزل عندنا باللعبه بصراحه هذا السكن المفضل عندي، متى يا ترى راح ينزل عندنا مش عارف. اوكي بيصير عليه تاثير لما يعمل استخدام للمعدات الطبيه، ولما يركض ايضا بيكون في عليه تاثير، تمام، شكله سكن للبي بس حاطينه هون بالحاضنه، وايضا كمان في سكن للبنت نفس شيء سكن جدا اسطوري بس مشلحينها منها لوشها، مشلحينها قليل الادب. استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وفي زلاجه وفي كثير شغلات، بس في عندنا توكن، هذا التوكن عشان تقدر تشتري فيه السكن اللي موجود هان. شوف كمان شو في هدايا، في بانر وفي لوجو وفي رومات وفي بطاقه تغيير اسم، لوك 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 لوك، ما في شيء مهم.
الحدث اللي بعديه في عن هذه الزلاجة، هي نزلت عنا صح؟ لا يمكن شرحت لكم عنها كمان بحدث الأمنيات، بس يمكن ما نزلت عنا. تمام، اللي بعديها في عنا نفس الزلاجة. تمام، هان الرقصة تبعت الزلاجة، هان الزلاجة نفسها، هاي رقصة تسجيل دخول، وهذه اللي هي الزلاجة اللي بتكون معاك داخل الجيم. ونفس الإشي طبعا نزلوا في عنا البرافال المطور، ولكن مش بس البرافال لحاله، نزلوا معاه أيضا الجروز المطور والشوتجن بربر المطور، وأيضا الإكس إم 8 المطور داخل اللعبة. تخيلوا حدث واحد بيكون في أربع أسلحة مطورة داخل اللعبة. شوفوا للأمانة شركة فري فاير حتى بالسيرفر تبعنا هاي الفترة مش مقصرة نهائيا، كثير قاعدة بتعطينا جوائز مجانية كثير كثير، ولكن مقارنة بالأحداث اللي بتنزل داخل السيرفر الأوروبي بصراحة السيرفر الشرق الأوسط كثير مظلوم بهذه الشغلة. لأنه تخيلوا حدث واحد حاليا هان بالسيرفر الأوروبي في أربع سكنات مطورة بس بحدث واحد، بينما نفس الحدث إذا بده ينزل بسيرفر الشرق الأوسط هذول الأربع سكنات بينزلوا بأربع أحداث. لازم تحلبنا شركة فري فاير. طيب نشوف شو في عندنا كمان هنا شغلات. هذا النقار اوكي هذا قديم كثير، برضو سكن الشاب هذا، اوه هذا بالجولد رويال كمان. لا استنوا شوي، الجولد رويال كمان في رقصات، لا هيك كثير اطلعوا هذه الرقصة بتقدر انك تحصل عليها مجانا بالجولد رويال. معقول يعطونا الرقصة هي؟ راح اصرف 30,000 والله بشكله مش راح يعطونا اياها، بس انه يعني في رقصة انتم فاهمين، ولا ما اعطونا اياها، ولا بتضحك علينا اللعبة حطاها بشكل وهمي ولا ايش؟ والله العظيم ما اعطونا، خلص الجولد وما اعطوني اياها لويش؟ طيب ليش بدي الرقصة هاي؟ والله رقصة كثير حلوة، لوك 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 بسوي براسه زي. المهم يا اخوان طبعا السيرفر الاوروبي كمان يمتاز بكثير شغلات طبعا عن السيرفر الشرق الاوسط، ولكن بالنهايه السيرفر الاوروبي نادر جدا ايضا ما تلاقي فيه عرب، يعني في ما شاء الله لاعبين كثير سوريين بالسيرفر هذا، لانه اللاعبين السوريين اغلبهم مثلا بكونوا باوروبا او بكونوا بمناطق عده عرفتوا، فكثير في عنا سوريين موجودين هان. خلينا افرجيكم مثلا اعضاء الكلان، اوكي شوفوا هذول اغلبهم مثلا بتلاقوهم لاعبين سوريين، طبعا في عنا كمان يوتيوبر، اوكي ثواني، شوفوا اليوتيوبر عندهم يا اخوان كيف بكون بروفايله، هذا هو بروفايل اليوتيوبر داخل السيرفر الاوروبي، طبعا هذا مش يوتيوبر هذا تيك توكر وعنده علامه الفي موجوده فوق، بس البانر واللوجو عاديات جدا، يعني مش هالبانر واللوجو اللي بكونوا حلوات، مش حلوات بصراحه. ثواني هسه كمان انتبهت على شغله، شوفوا الناس اللي بتكون تلعب على الجلوبال عندهم، ما بعرف كمان اذا عندنا ولا لا، بس الناس اللي بتكون تلعب على الجلوبال في عندهم بانر ولوجو خاصات فيهم، طبعا هذا الشخص مثل ما انتم شايفين كمان عنده بالرانكد يعني عالي جدا الجلوري. بدنا نفوت نلعب جيم، بدنا نشوف كيف السيرفر الاوروبي، انا بصراحه من زمان ما لعبت جيمات بالسيرفرات عرفتوا، بالسيرفر الاسباني كان البنج زباله من الاخر اعطيكم اياها مبدئيا. واو 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 اوكي لحد الان البنج لحد الان طبيعي، الله يستر بس لما ندخل على الجيم بس ما يصير بطيء. اوكي يا ساتر بلشنا الجيم الاسطوري حاليا بالسيرفر الاوروبي، بدنا نشوف كم كل راح نحصل خلال هذا الجيم، بدنا نشوف كمان اذا في اشياء جديده داخل الجيم ولا لا. يا اخي بالله عليك اذا بتشوف هذا المقطع اعمل زر اللايك، ضروري جدا انه نوصل هذا المقطع لاكبر عدد ممكن من اللايكات عشان هذا المقطع يوصل لشركه فري فاير، ضروري يوصل عشان نقدر نحصل على جواهر واكواد واوزعها عليكم، فظبطونا بزر اللايك. ها مبدئيا منطقه البيك ما حدش بينزل عليها زي عنا، يعني نازلين معي أربعة خمسة بس، عنا بسيرفر الشرق الاوسط بينزلوا معي 500 واحد. وينك يا اسطوره؟ تعال علي يا اسطوره، وينك يا اسطوره؟ قر اقترب اقترب يا اسطوره. لا متت. اوكي حتى عندهم مربرجيه كمان هم ولا اوه بقدر اعيش. اوكي يلا فرصه الانتقام يا زين، اوعك تفضحنا يا زين، بس بالسيرفر الاوروبي وبتموت من اول مره حتى كل واحد ما معي. اه شوفوا نزلوني كمان معي سلاح، يا سلام، ودرع واحد، شو بدي في درع واحد؟ لا يا قليل ادب انت تشتقتني كمان مرتين، والله عندهم تروجون، هاي اخذت تروجون. لا 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 لك سميت بس يا اخي ليش ما بتعطوش ثلج بالسيرفر الاوروبي ولا ايش؟ هو وين معيش ولا ثلجه؟ يخرب بيتك انت، شو اسمه اورهان؟ هذا اورهان هذا عربي، خذ خلاص هي روان روان، خذ هاي لايك يا روان، بس خلينا اعدل على الشخصيات على طول بس ثواني. ها ايش جحيش طلي يا حبيبي يا اخوان، طلع البنك قاعد بيصير احمر واصفر واخضر يا حبيبي، شو اول مره اشوف بنك بيصير اخضر؟ يا رب اعطوني سلاح قوي بس، واحد قدامنا اول له تروجن من البدايه كمان، يا سلام. يخرب بيتك حبيب قلبي، كمان عندكم هنا يا حبيبي، هذا فوق البيك بكل مكان، كل مكان الناس بتطلع فوق البيك عادي بكل مكان، هاي البنت جتنا لازم اقتلها. ابلع ابلع، يو كان قتلني والله كان قتلني، لولا الهيت اللي اعطيته اياه ولا كان قتلني فرمني فرم. طولوا بالكم شوي بالله عليك، والله لاعبين السيرفر اللي عندكم هذول بيلعبوا، هم مش بيلعبوا بس بربرجيه ما شاء الله عليهم. بدي اعطيه هيت شوت، والله هذا طلع حساب جديد من الصفر وبيلعب، والله والله فكرتهم ناس هذول مش متعوده مكانهم يكونوا بهاي المنطقه. اوكي شكله هذا الجيم راح يكون كلاته ون طبات اسطوريه. يا اخويا
يا هذا هو الحل النهائي، بس اكثر منك بقدرش اسوي لك بصراحه. في ناس طالعين فوق البيت بالبيك، لو ايش تطلع فوق مش فاهم يعني. شوفي فوق البيت مش فاهم انا، حاولوا انزلوا تحت، تعالوا اقتلوني، فرجوني مهاراتكم الشرسه، اعطوني حركات تطلع فوق. لو ايش تطلع فوق، اطلعوا وانزلوا من فوق، اطلعوا. كيف اطلعوا وانزلوا من فوق ما بعرف. هاي واحد، والله يا حبيبي الموقف اللي صار معاي يا حبيبي. طب من وين بتضرب؟ اعطيني راسك تعال، يعني لازم ننط عليك من فوق، لازم. موسيقى حماسية يا الزين، تن 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 ترارارا، تن 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 ترارارا، تن 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 ترارارا، تن. جاهز لتروكن؟ يلا ابلع ابلع ابلع، ولك ملك التروجن انا بالسيرفر عندنا، شكلك مش عارف. ولك تكسر، شو الفنجان بتكسر الشارج؟ شو ال ويلي 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 ويلي، 9 كلات يا زلمه اسطوره، ويلي ويلي ويلي. ملك البربر، اعطيني هذا الشوت جامد من البدايه، خلص خلينا عبي دمي. ايوه بدناش التروجن، خلاص بكفينا بربره. في كاشف اماكن ناس بنقدر ما فيش ما في. اتوقع انه عشان احنا قاعدين حاليا نلعب سولو ما في من اللي بتكشف. خلينا نشتري درع وخلاص، خلينا نروح ندور عليهم معناته لحالنا. هذا خسكت راسه، خزق من فوق هذا. استنى اعطيني هاي اللي معاك، وين انا شو اللوت هذا اللي معي؟ اعطيني هاي. هو بس اعطيني السياره حاليا، احنا بالساعة حاليا بدنا سياره. نشوف اللغم عندهم كيف بنفجر. اوه لا خلاص بمزح معك، يعني اكيد زي عندنا يعني. كيف دي ينفجر يعني؟ دي يطلع منه صوت بطه يعني؟ واك واك. ثواني، هاي عصاي، هاي عصاة الماسونية صح؟ ارمي لي اياها، استغفر الله العظيم. خلاص بطلت، بديش اللي حساب هذا قدامي واحد. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس، عدت لكم بحلقة جديدة من جي تي اي 5. كيف هذا هيك بيعمل وهو قاعد؟ شفتوا كيف جاي على الحبل وهو قاعد؟ ثواني، هو هيك كان قاعد. يخرب بيتك، حتى كمان لعب مش عارف تلعب، اطلع. ابلع. والله فكروا سرق الكل، والله بفكروا سرق الكل. لا اطلع 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 اطلع، معي اللي بكسر الثلج هذا مش معي. يخرب بيتك يخرب بيتك انت وياه، يخرب بيتك انت وياه. يعني لازم غدر، لازم لازم، ما بتعرفش تلعبه. ايوه اجانا واحد معلم، اجانا. يخرب بيتك. لا 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 كيف عشت؟ والله العظيم ما بعرف كيف عشت، والله العظيم ما بعرف. لا عن جد ما بعرف، لازم اهجم عليهم واقتلهم لازم. بس استنى خلنا نصلح الدرع اللي معي. خذ هاي، يعني انتوا ترموا قنابل وانا مرميش. السلام عليكم. اوه بايبي 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 يا اخوان، انا لعيب، انا لعيب ولا انا مش لعيب؟ انا لعيب ولا مش لعيب؟ اعطيها طيار الي. اوكي لحد الان معنا 12 كل، والله نايس لحد الان، يعني امورنا طيبه داخل السيرفر الاوروبي، كسرناهم كرسحناهم تكرسح. ها ها زين، دائما بدي افرجيكم اللعب الاسطوري كيف بده يكون. لا تقول لي لا سيرفر اوروبي ولا سيرفر اسباني، دائما بفوت بكسرهم لازم اصلا كمان نتحداهم، نشوف مين مثلا الناس لعيبه داخل السيرفر الاوروبي ونلعب ضدهم رومات. صح. يا السلام عليكم يا اخوي، يا اخوي التيك توك مش اخوي، مش هيك التوك توك من اخوي معك حول اخوي، توك توك ما بطلعش فوق الدرج. المهم يا اخوان، يعني نرجع لموضوعنا المهم الاساسي، يعني ليش زين لحد الان ما دخل الشراكه؟ فمش عارف، اكتبوا لي انتم بالتعليقات ليش شركه فري فاير طولت انها تعطيني البنر او الاكواد او ال. هذا شو بيساوي؟ نعم نعم، هذا المنظر اسطوري جدا يا اخوي، بس دير بالك الشيطان الذي على كتفك اليمين. لا طول بالك طول بالك، اوعى تغدرش الشيطان عشان ما يغدرك. ليش شركة فري فاير تأخرت لما تعطيني البنر والأكواد والشغلات هاي؟ مش عارف لحد الآن، اكتب لي تفسير تحت بالتعليقات، وإذا في يوتيوبر بيعرف بهذا الموضوع يكتب لنا تحت بالتعليقات لماذا شركة جرينا تفعل هذا. كيف حاب تموت؟ احكي لي كيف حاب تموت؟ وللبنج قديش صار؟ البنج علي صح؟ خلص الثلج؟ خلص الثلج خلص. ايوه اعطوني ثلج واخيرا الحمد لله. كم باقي واحد؟ باقي اخر اثنين. استنى خلينا اعبي دمي لاني جبت العيد. وين اخر اثنين؟ اخر اثنين وينكم؟ بالله عليكم يعني اعطوني حس، بس اثبتوا لي بس انكم موجودين، طولت وانا ادور عليكم، وينكم؟ بالله عليكم يا اخي. والله خلينا نفجر هاي نشوف. ما تفجرتش.
انفجري، خلينا نشوف في ناس قريبة مني. الا والله الا والله، شو بتساوي فوق بس؟ ابغاك تغدرني بس. مين فات على الحساب يا اخي؟ مين اللي فات على الحساب يا اخي؟ مش وقتك بالله. انا متت، متنا. لا بالله عليك فوتنا على الجيم، اوعك تحكي لي انه انا متت. بالله عليك بالله عليك بالله عليك والله. اول جيم يا اخي، اول جيم بوي وهيك طلع مبطوح. جاستن 1 شابتر، جاستن 7. خذ هاي احلى لايك، وخذ هاي شيء هيك استغراب. صرفنا كل الجولد وما اخذناش الرقصه، وحكينا بهذا الموضوع انه ليش انا ما دخلت الشراكه. بس حبيت اوضح لكم يا اخوان الموضوع، انه انا اصلا لحد الان انا مش فاهم بهذا الموضوع، فتاخرنا كثير. انا تقريبا يعني شركه فري فاير حكت لي انه انا المفروض ادخل الشراكه من قبل شهرين او شهرين ونص، عرفتوا؟ فليش تاخرت بهذا الموضوع؟ يعني انا مش عارف لحد الان. فاي يمكن عاشر مره اقول لكم فعليا انا مش عارف. ان شاء الله شركه فري فاير تتقبل هذا المقطع او هذا الموضوع بطريقه ايجابيه، ما يقربوا علي وطلعوني برا الشراكه يكحشوني. بالنهايه يعني انا يوتيوبر ما شاء الله، الي ناس كثير بتحبني وناس كثير مهتمه بهذا الموضوع، فانا كمان لازم اني اجازيهم واعطيهم هدايا. المهم يا اساطير، وصلنا لنهايه مقطعنا لليوم هذا. بس حبيت اني اطلع بهيك مقطع واحكي لكم يعني شو اللي قاعد يصير معي. بس وصلنا لنهايه هذا المقطع يا اساطير، وشكرا لك يا وغيد على هذا الحساب الاسطوري، ودمتم في رعايه الله. بيشو باي. She just wanna bark it. Especially not even my type, and I know she a snake, and I can't mess around with a snake.